إن مصر كما تعلمون أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة سيناء 2018 لمكافحة الإرهاب ودحره نهائياً من خلال استراتيجية تتناول الجوانب الأمنية والإيديولوجية والتنموية. ويستطيع بناء على هذه التجربة وعلى خبرة مصر في دعم مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا أن أؤكد لكم لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل.